ظاهرة التسول يعني كثرت، يعني العالم كثرت. أنا الحمد لله أشكر عندي شغل، بس أكو غيري أهله يطلعونه يقول له روح اشتغل، روح أخذ من العالم. هاي ما يصير، أكو مصلحة، أكو هواي شغل، هواي شغل أكو. يعني يقدر يشتغل مثلا، يقدر يبيع ماي، يقدر يبيع شاي، ليه يطلب من العالم ويروح بالإشارة؟ وهذا وش اسمه، يعني هذا الشيء مو حلو. كثرت بالعراق هذا، كل من ومجموعته يقولون، يعني صار مثلا رحت بعت شاي بالاشاره، يجون المجموعه اطلع برا، ما هي اشارتنا. هاي كاثره هاي الوضعيه ترى، وما يصير. يعني العالم تتضايق، هاي وحده وكثرت. ويقدر كل شيء يشتغل، كل شيء يشتغل يقدر. ما لا ماكو ما احد يقول ماكو شغل، والله كثره. يعني احنا بلد غني، يعني والله حرمات هيك بلد يدمر. يعني شو اقول لك، يعني اشوف البلاد يعني ماي عالمها حلو، تجار صارت وبنت وعمرت والله هاي التقاطعات، يعني شو اقول لك، يعني اكو واحد فوقهم، يعني اكو رئيس يعني وياهم، يعني يسوي مجموعات جهالي كعصابه، يعني شلون كعصابه هيك شيء. يعني هو يوجههم، يوجههم يلمون فلوس وهاي السوالف. مثلا هسه انا ومجموعه اسوي مجموعه، اجيب للجهال اطفال، اقول لهم طلعوا وجه الشارع جدوا. اكو من هذا الشيء. هي قامت هسه شركات يجيبون ذول الباكستانيين من خارج البلد ويجيبون هنا يتاجرون بيهم. من حقك تنتقد اي ظاهره موجوده. نعم، كل ظاهره تنحل باسلوب افراط او التفريط عندنا، والا اكثر الناس تعرف الحال والعلاج، فرص العمل. يعني خلال تطلعنا تاريخنا قله من الناس اللي حاولت تحل الموضوع وتريح الناس، ولا الاكثريه لا والله المشكلة يأزمها، المشكلة يفاقمها، يحكي حل مو حقيقي مو واقعي، أو ينتفعون به مجموعة من الناس. هذا اللي أقدر أقوله حسب قراءتي. يعني أنا رجال أقرأ وشايف بل. والله الأسباب غير أنه تفكك العائلة، هذا السبب الأول والأساسي اللي يخلي الموضوع هذا. بس قلة الأماكن تحتضنهم أعتقد، يعني لازم الناس دولة تعرف، يعني المتسولين أو الكبار بالسن أو إلى آخره، لازم يعني جدون بالشارع أو شيء يصير، ماكو مكان يحتضنهم. لو أكو مثلا في بيت مال المسنين أو بيت مال الناس المحتاجة، أو مثلا بيت مثلا يرعى الأطفال، يعني دولة يعني مثل ما تشوف الأطفال بالشارع أو دولة غيرهم وغيرهم، دولة جيل المستقبل. يعني باكر عقبه هذول لما راح يعيشون بهذا المكان، راح يصير يسببون مشاكل بالمستقبل للمجتمع كشكل